ننتقل لفقرتنا الأخيرة لليوم برحلتنا الصباحية. نور، يعني الهيئة العامة السورية للكتاب ذات طابع ثقافي، ولطالما عنيت بنشر الكتب المؤلفة والمحققة وأيضا المترجمة في مختلف مجالات المعرفة والثقافة والعلوم، وكذلك الإسهام في تطوير الحركة الفكرية والثقافية ونشاطات القراء وصناعة الكتاب. أكيد أريج تفتتح الهيئة قلبها وعقلها لكل مبدع يرفض الوطن بنتاج فكري، وتدعو أصحاب الأقلام المثمرة للمساهمة بنشر ثمرات عقولهم، وهي بذلك تقدم الدليل المشرق أن سوريا أرض الأبجدية الأولى في التاريخ وكانت وستبقى نبراس الحضارة الإنسانية. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع بصيرنا نرحب بسلام فاضل المسؤولة الإعلامية في الهيئة العامة السورية والكتاب. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، يا اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيك. يعني حابين نتعرف بلمحه سريعه عن الهيئه العامه السوريه للكتاب وما هي ابرز اهدافها. طبعا الهيئة العامة السورية للكتاب هي مؤسسة ذات طابع ثقافي تتبع مباشرة إلى السيد وزير الثقافة، أسست بموجب مرسوم جمهوري صدر عام 2006. طبعا أهدافها هي نشر الكتب المؤلفة والمترجمة والمحققة بالإضافة إلى منشورات الأطفال وكتب التراث. طبعا أهدافها طبعا هي مثل ما خبرتكم أنه إيصال الكتاب وتفعيل دوره في المجتمع والعمل على إيصاله إلى أكبر شريحة ممكنة من القراء. يعني هي لمحة مختصرة عن الأهداف التي تعمل الهيئة العامة السورية للكتاب على تفعيلها ونشرها. ويمكن خلال سنوات الحرب إنتاج الهيئة العامة السورية للكتاب لم يتوقف، بالعكس زاد. خلينا نحكي عن نشاطها خلال سنوات الحرب، قديش فعلا كان هو نشاط مستمر وكان في جهود جبارة عم تقوم فيها وزارة الثقافة. طبعا مثل ما تفضلتي وقلتي بانه وزاره الثقافه الهيئه العامه السوريه للكتاب استمرت في اصدار الكتب، سواء ان كانت الكتب المؤلفه او ان كتب المترجمه. طبعا هي الكتب بتتناول شتى صنوف المعرفه، يعني نحن وقت مثلا بنقول كتب مؤلفه او كتب مترجمه فنحن بنحكي عن يعني كتب بتتناول مختلف الفروع الادبيه والفكريه، سواء ان كان كتب خاصة بالمجموعات الشعرية، المجموعات القصصية، كتب الفن، المسرح، السينما، كتب الآداب، الروايات، حتى الكتب السياسية. طبعا خلال فترة الحرب طبعا استمرت الهيئة العامة السورية للكتاب بإصدار الكتب، وأنا حابة أشير ل مثل ما بيقولوا ملحوظة صغيرة بأنه الهيئة العامة السورية للكتاب في عام 2018 أصدرت ما يقارب من 266 عنوان. طبعا مثل ما خبرتكم أنه هي العناوين بتشمل جميع صنوف المعرفة، يعني نحن وقت بنقول 266 عنوان فنحن من ضمن صنوف المعرفة المختلفة. طبعا بالإضافة للسلاسل والدوريات اللي بتصدر عن وزارة الثقافة الهيئة العامة السورية للكتاب، سواء مجلة المعرفة، سواء مجلة جسور ثقافية التي أعيد مثل ما بيقولوا إحياء تماما إحياء من قبل سنتين، بالإضافة للحياة المسرحية، الحياة السينمائية، الحياة الموسيقية، حتى الكتب الخاصة بشريحة الأطفال، سواء إن كان مجلة شامة اللي بتتناول شريحة الأطفال من عمر 4 إلى 7 سنوات أو من النادر مجلة أسامة. طبعا مثل ما خبرتكم بأنه مثل ما بيقولوا عجلة إصدار الكتب استمرت بالدوران خلال السنين الماضية، وفي سنة 2018 تحديدا تم إصدار 266 عنوان. هذا الرقم طبعا فينا نقول بأنه هو كان الرقم الأكبر في تاريخ إصدارات الهيئة من وقت إنشائها. يعني في محطات مهمة كانت بال 2018 للهيئة العامة السورية للكتاب، لكن أكيد في خطط اليوم وضعتوها لعام 2019 يمكن رح تكون مثمرة أكثر سنة بعد سنة، وخاصة الحالة المستقرة اللي عم تعيشها سوريا اليوم، هذا الشيء أكيد رح ينعكس على كل المجالات. طبعا أكيد هلا في بعام 2018 طبعا مثل ما ذكرت أول شيء عن إصدارات
الكتب هي واحد. اثنين بعام 2018 في كان عنا المشروع الوطني للترجمة اللي هو استمر للعام التالي على التوالي برفض مجتمع يعني مجتمع المترجمين مثل ما بيقولوا وعشاق الكتب المترجمة بالعديد من الإصدارات. طبعا بعام 2018 كان الكتب التي تصدى هذا المشروع اللغات التي تصدى المشروع الوطني للترجمة عنا هي ثلاث لغات: الإنجليزية والفرنسية والروسية. في حال انه اما خلال عام 2019 فطبعا هذا المشروع سيستمر للعام الثالث على التوالي، بس هالسنه طبعا حيكون في تطور اكثر بهذا المشروع، في زياده بعدد اللغات التي سيترجم عنها. طبعا فمثلا سيتم الترجمه من خلال لغات وسيطه مثلا عن اللغات مثلا الصينيه، الهنديه، الماليزية. طبعا لأنه بحكم أنه ما في الكثير من المترجمين الخاصين بهذه اللغات، بينما سيتم الترجمة عن اللغة الأم مباشرة من خلال مجموعة كبيرة من اللغات. طبعا هي اللغات الأساسية: الفرنسية، الإنجليزية، الروسية. بالإضافة في عنا زيادة بهذا العام اللي هو عام 2019 بمشروع الخطة الوطنية للترجمة، بالترجمة عن لغات مثلا كالفارسية، التركية، الأرمنية، الكردية مثلا. وطبعا عدد الكتب التي لهلأ مقرر ترجمتها في المشروع الوطني للترجمة في الخطة التنفيذية لعام 2019 هي 183 كتابة، مثل ما خبرتك أنه عن هاي اللغات كلها، سواء عن لغات وسيطة أو عن لغات عن اللغة الأم مباشرة. وفي نقطة كمان بتميز المشروع الوطني للترجمة لعام 2019 عن ما كان في الأعوام السابقة تماما بأنه سيتم في هذا العام التركيز أو العمل على إيجاد خطة تشاركية بالمشاركة بين وزارة الثقافة، الهيئة العامة السورية للكتاب، وبين اتحاد الناشرين السوريين، وذلك بهدف إشراك دور النشر الخاصة بترجمة ونشر كتب الخطة الوطنية للترجمة لعام 2019. سلام، يمكن عم نحكي عن إنتاج كبير للهيئة العامة السورية للكتاب، إن كان بعدد العناوين أو على صعيد الترجمة، بس خلينا نحكي يمكن في كتير من العناوين الناس ما بتعرفها. كيف عم يتم التسويق لهي الكتب لوصولها لكل الناس، خصوصا في غزو عالم التكنولوجيا لحياتنا اليومية؟ يعني صار الشخص ممكن أي كتاب على الإنترنت يقرأ، أو ممكن ما يقدر يقتني كتاب. وفي نقطة مهمة كمان للهيئة العامة السورية للكتاب، كمان إنتاج والتكلفة المادية عم تكون هي مكلفة جدا، بدنا نقول تداول الجميع. تماما. طبعا من ان الهيئة العامة السورية للكتاب اجمالا هي بس مو بس مثلا بتسعى لنشر الكتاب الورقي، طبعا هي بتعمل على نشر الكتاب الورقي، بالإضافة لهالشيء فتم بالأعوام السابقة إصدار سلسلة الكتاب الناطق. الكتاب الناطق هي نقطة، وطبعا تم إصدار 11 كتاب منه حتى الآن، وكان آخر كتاب هو مختارات من شعر المتنبي. في أما كمان بالإضافة بهدف الوصول لأكبر شريحة ممكنة من القراء، سواء في سوريا داخل سوريا أو في الوطن العربي، فتعمل الهيئة العامة السورية للكتاب على نشر ما يسمى بالكتاب الإلكتروني، الكتاب الإلكتروني على موقع الهيئة العامة السورية للكتاب، وذلك بهدف مثل ما خبرتك أنه للوصول لأكبر شريحة ممكنة من القراء، لأنه في وسط عالم التكنولوجيا اللي نحن هلأ عم نشوفه، ممكن في بعض القراء مثلا بفضلوا الكتاب الإلكتروني على الكتاب الورقي. فنحن كوزارة ثقافة، هيئة كتاب، بنحاول أنه نحن مثل ما بيقولوا نوصل لأكبر
الأكبر الشرائح الممكنة، حتى إن كان الشرائح العمرية أو الشرائح الفكرية، من خلال الكتب الورقية أو الكتب الناطقة اللي هي ممكن تفيد شريحة معينة من ذوي الاحتياجات الخاصة. صحيح. أو مثلا من خلال الكتب الإلكترونية اللي هي ممكن توصل للأشخاص اللي هنا مثلا بفضلوا يقروا عن طريق خاصة مثلاً، ممكن بوقتنا الحالي يعني الكتاب فقد جزء كتير كبير يمكن من قراءه لضيق الوقت ولعدم توفر يمكن الكتاب الورقي بين إيديه، لكن عم يلجأ لقراءة الكتاب الإلكترونية إن كان عبر الكمبيوتر أو حتى عبر الموبايل، عم يكون طريقة أسرع للوصول. تماما مشان هيك يعني نحن كمان اوجدنا ما يسمى بالنشر الالكتروني. اما بخصوص كيفيه العمل على وصول هي الكتب او تعريف مثلا القراء باصدارات الهيئه العامه السوريه للكتاب، فبيتم هذا الشيء طبعا من خلال نشر اخر اصدارات الهيئه على صفحه الهيئه العامه السوريه للكتاب على الفيسبوك طبعا، يعني والعمل على التركيز على اخر اصداراتها طبعا، لانه كمان نحن بهمنا طبعا انه توصل هي الاصدارات الى القراء يعرفوا شو هي الاصدارات، وطبعا كل واحد بصفي بيتجه الى الكتاب اللي هو مثلا بفضله او بحب انه يتذوقه او انه ينتقيه بالنهايه. يعني اجمالا نحن هذا اسلوبنا، سواء بالعمل على ايصال هذا الكتاب او تواصل مع القراء من خلاله. أكيد بدنا نشكرك سلام فاضل المسؤولة الإعلامية في الهيئة العامة السورية للكتاب، وبدنا نشكركم على الجهود الجبارة فعلا اللي عم تقوموا فيها والاستمرار بالعمل رغم كل الظروف. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا، كل التوفيق لكم بعام 2019 والمزيد من نشر الثقافه وايضا الكتاب بمجمل ان كان ورقي او حتى الكتروني. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا فيكم.